ونعمل كده شباك ونتكلم بيهم على
ان احنا الورق الورق الاستقرار ده في الفرصه، وكمان احنا ممكن لو عايزين نعمله نجيب حته صغيره بس من الشباك. يلا شكله التزيين اصلا. احنا جمعنا عشان تبقوا فاهمين المكتوب، احنا جمعنا النجوم والكواكب والشمس والارض والفضاء اللي هو عالم الفضاء جمعناه مع بعض. رايكم فيهم ايه؟ انا رائد الفضاء ده انا خايف منه، عشان رائد الفضاء ده ممكن يحتاج وقت كبير، وكمان هحتاج جيش، فالدنيا مش هتكون توسع عشان هي ممكن تكون رفيعه، فاحنا رائد الفضاء ممكن ما يكونش مناسب. احنا دلوقتي بتعمل السيطرة على الشباك، يلا احنا ممكن نعمل سيطرة على الشباك. يلا خلاص اتفضل.
اتفضل بس بسرعه. ها نرجع لمكاننا. المجموعتين انا هقول بس بسرعه علشان الوقت. المجموعه الاولى اللي هتشتغل في الشكل كارل وربا وكريم وعبد الرحمن ونور الدين وقالين وعناد. المجموعه اللي هتشتغل في التسجيل معاذ محمد وعمر ويوسف ويوسف احمد وجنى ومعاذ سامي وهمزه. المجموعتين انا حاسس ان هم متوازنين، فاحنا مش محتاجين ان احنا ننتقل لايه؟ لايجار. انا محتاج الوقت كاتب السجل عشان ياخد القرار. قول لهم القرار بتاعنا النهائي لمجلس الفصل. مش حاجه تعالى. احنا القرار بتاعنا مش بيقرر، احنا قررنا الصندوق هيبقى من خامة ايه؟ القماش؟ الخفيف؟ الكرتون. يبقى هيبقى الصندوق عباره عن ايه؟ جسم كرتوني. طب والشكل التزيين احنا قررنا هنا هيبقى شكله ايه؟ نجوم وكواكب وشمس، صح؟ وهنرش الكرتون بلون ايه؟ الازرق. وهيبقى عليها اسم الفصل اللي هو بريد ايه؟ سرير. طب بالنسبه للادوات اللي احنا احتاجناها اللي هو الرشاش والقطر والمسدس والايه؟ كرتون. والمكان احنا عندنا المكان فين؟ هنا. رائع يا كرم، ان شاء الله عليك. كلكم كلكم بشكر القائدين، نحيي القائدين مع بعض.